صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤخذ من قوله تعالى وكواعب أترابا أن أفضل الزواج أن يكون الرجل وزوجته في سن واحدة؟ نعم، لكن هذا في الجنة، ما في الدنيا ما يتيسر. أنت يتيسر لك أن تحصل واحد كمثلك في السن، تجد واحدة أكبر أو أصغر، وينذر أنك تجد واحدة مساوية لك في السن، ولا يلزم من كونها مساوية لك في السن أنها تلائمك أيضا. نعم.